في دول كبيرة ودول صناعية ومتقدمة لديها فوائد 20 أو 30 ضعف مصر. الفكرة كلها أن الحكومة بتشوف مين هو الأكثر الفئات الهشة والضعيفة الأضعف على الإطلاق، تحاول أن هي تساعدهم قدر المستطاع. فبالتالي جزء من 130 مليار جنيه دي هنشوفه في ضم حوالي 500,000 أسرة لتكافل وكرامة، التعجل في زيادة المرتبات بدل ما تبقى 1 يوليو بقت 1 أبريل. كل دي إجراءات ممكن بعض الناس تشوف إن هي غير كافية، لأن بعض الناس حتى تقدر تشوف على السوشيال ميديا إن هم بينتقدوا بشيء من السخرية، إنه إيه يعني 130 جنيه زيادة في المرتب أو 100 جنيه علاوة. في بعض الناس بتسخر من ده، لكن محدش قال إن الاقتصاد المصري ده اقتصاد فائق القدرات. وزي ما أنا قلت، مفيش دولة في العالم ولا حكومة عندها القدرة على إن هي تدعم وتخفف الآثار التضخمية عن كل الناس. النهاردة في أسبانيا بنشوف في بعض السوبر ماركت لافتات بتتحط على أرفف السوبر ماركت بتحدد الحصص المخصصة لكل مستهلك بيشتري من المحل ده في البقالة، إن أنت مالكش أكتر من كيس سكر أو مالكش أكتر من إزازتين زيت بتتحدد. دي أسبانيا اللي هي دولة زراعية كبيرة ودولة من دول منطقة اليورو يعني. في ألمانيا وهولندا وأسبانيا برضو حصل أول امبارح مظاهرات بالشاحنات، سواقين التريلات والقطارات، الشاحنات الكبيرة، شاحنات نقل البضائع، عملوا مظاهرة وقفلوا شوارع كاملة احتجاجا على تضاعف سعر الوقود، لتر الوقود. في أمريكا جالون الوقود النهاردة وصل لخمسة دولار، زي النهاردة من سنة كان ب2.5 دولار. الصين نفس الكلام، ألمانيا مش قادر تدعم فاتورة الغاز والكهرباء. احنا اقتصاد ناشئ بنحقق معدات نمو جيدة، لكن قدرتنا لها سقف. بالنسبة للمشروعات القومية، عدد كبير من الناس بيتكلم عن ان هي سبب من اسباب الأزمة الاقتصادية اللي بتحصل حاليا وسبب من اسباب تراجع قيمة الجنيه، وده كلام مش صحيح. لانه هو المشروعات القومية لو احنا ما كناش عملناها كان منتظر ايه اللي يحصل بفلوسها؟ اولا المشروعات القومية دي بيشتغل فيها المشاريع دي ملايين الناس، على الاقل بحسب رئيس الوزراء في احدى المناسبات قال ان هو مش ان هي بتشغل مش اقل من 5 مليون بني ادم، يعني 5 مليون بيت مفتوح من المشاريع دي. فالناس دي لو قعدت في البيت، هل انت كحد بتنادي بوقف هذه المشروعات هتقدر تتحمل مسؤوليه حاجه زي دي؟ فبالتالي الاصوات دي والمدرسه دي في الاقتصاد، يعني اللي هي بتقول نوقف الانفاق او نقلل الانفاق وان المشاريع دي ملهاش لازمه او الأولويات خاطئة، احمد ربنا ان المدرسة دي مش هي المدرسة الحاكمة للاقتصاد المصري، لان لو ده بيحصل كنا هنشوف كوارث اكبر من كده بكتير. دي اول حاجة. تاني حاجة، اللي بيشتغل في المشاريع دي مش بس الحكومة، الحكومة هي مجرد مشرف ومخطط. شركات القطاع الخاص هي اللي بتشتغل في 99% من المشاريع دي، وانت مش محتاج تشوف دليل على صحة كلامي ده غير انت تشوف اليافطة اللي بتتكتب على اي مشروع، الاستشاري والمالك والمنفذ، واعمل سيرش على الشركات دي تلاقي كلها شركات عائليه وشركات قطاع خاص. فدي الشركات دي بتشتغل، بتشغل ناس، الشركات دي بتكسب، تدفع ضرائب على المكاسب دي، خزينه الدوله بتستفيد منها، البطاله بتنخفض، معدل النمو الاقتصادي بيزيد. فمكسب للجميع، مكسب للقطاع الخاص ومكسب للحكومه، مكسب للناس ان هم بيلاقوا فلوس يروحوا بيها ويشتروا بيها. الناس دي لما تقبض اليوميه بتاعتها بيشتروا منتجات، بيشتروا سلع، فبيشغلوا مصانع من وراهم، بيشغلوا تجار، التجار بيشغلوا مصانع، المصانع بتشتغل، مزارع بتشتغل، انتاج، حركه متكامله، دايره اقتصاديه كامله بتشتغل من ورا ال 5 مليون عامل واداري وفني وموظف في هذه المشروعات القوميه. المشروعات القوميه دي كمان اخر حاجه ان هي بتشتغل بالجنيه المصري، ملهاش اي علاقه بالنقد الاجنبي، ملهاش اي علاقه. حتى لو بيحصل استيراد لبعض مكونات الانتاج فهي حاجات بسيطه جدا، مش بتضغط على العمله الصعبه او الاحتياط النقدي. الرؤية الاقتصادية اللي وضعها السيد الرئيس بداية من 2014، بداية من أول مشروع بدأناه، مشروع حفر قناة السويس، وبعدها 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف، دول عمودين رئيسيين هم اللي لحد النهاردة الاقتصاد المصري بيعمل بشكل طبيعي بفضل هذه القرارات، العمودين دول. المشروعات القومية اللي بدايتها كان حفر قناة السويس،
والإصلاح الاقتصادي اللي بدايته كان تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر 2016،